في المنطقة، ما هي المصلحة؟ هي نفس المصلحة اللي أتت بالولايات المتحدة الأمريكية لكي تحتل العراق وتدمره وتمزقه وتجعله شتاتا وتخلي الأقاليم أقوى من الدولة وتخلي الدولة يحكمها كل من هو فاسد وغير كفو، وتسرق الأموال، تسرق الأموال أمام أعينها، واللي أتت بهم أو على رأسهم بريمر سرق شأنه شأن الباقين ودمرت العراق. هذه هي الخطة، تدمير العراق، لأن العراق المتعافي القوي يشكل تهديدا لإسرائيل ولفكرة الولايات المتحدة الأمريكية عن شرق أوسط جديد تكون إسرائيل جزء من عنده. هذا الآن أنهت بإنهاء العراق، وشوف بعد أن دمر العراق، شوف صار بسوريا، شوف صار بالخليج، شوف صار باليمن، شوف صار بليبيا، هذا بعد أن دمر العراق، والآن ما يجري في 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 فلسطين، ولا أحد يقف ويقول لندافع عن هذه الشعوب، لنحمي هذه الشعوب. بالعكس، جعلوا من العرب قسم منهم يرسلون قوات تشارك في الهجمات على الدول العربية. هذا هو دور، هذا هو اللي تريد الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد هذا العراق وهذه المنطقة ممزقة بهذا الشكل لتحمي إسرائيل ولتحمي مصالحها.